الآيات المتشابهات لا تحمل على ظاهرها. فقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ليس معناه أن الله رايح جاي مع الملائكة، أي وجاءت قدرته، أي أثر من آثار قدرته، أي أثر من آثار قدرته. من الذي أول هذه الآية؟ الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل من السلف الصالح. إذن السلف الصالح أول الآيات المتشابهات، ولكن التأويل التفصيلي أقل من التأويل الإجمالي. والإمام أحمد بن حنبل قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. ماذا أخبر الله تعالى؟ ليس كمثله شيء. ماذا أخبر الله تعالى؟ ولله المثل الأعلى. ماذا أخبر الله تعالى؟ فلا تضربوا لله الأمثال. هذا معنى استوى كما أخبر، أي استوى استواء يليق به، وليس استواء بمعنى الاستقرار والجلوس على الكرسي أو العرش. فمن اعتقد أن هذه الآية معناها أن الله جلس ليس بمؤمن، ولا يجوز تسمية هؤلاء بالسلفيين. ما معنى السلف؟ السلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة الأولى. أما حينما يقولون إن الله جلس على العرش، هذا ليس اعتقاد السلف الصالح، بل هذا معتقد ابن تيمية الحراني. وحينما قال ينزل ربنا من السماء كنزول هذا، ونزل على المنبر لما كان يخطب في دمشق، كما روى ابن بطوطة في كتابه، هذا لا يكون سلفيا، ولا يكون معتقده معتقد السلف الصالح. إياكم أن تقولوا عن هؤلاء الوهابية السلفية، لأن السلف الصالح ما قالوا إن الله جالس على العرش، بل قالوا ليس كمثله شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكما قال الطحاوي من رؤوس السلف الصالح ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إن ظننتم برضي الجبل بين في كتاب العلل ومعرفة الرجال عبد الله ابن الإمام أحمد يسأل والده مسائل والإمام أحمد يجيب. قال سألته عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح به ويتبرك به ويمرغ وجهه عليه ويفعل بالقبر مثل ذلك، يريد التقرب إلى الله عز وجل. قال له لا بأس بذلك. في كتاب العلل ومعرفة الرجال، في كتاب زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لابن تيمية، يسأل السؤال نفسه. يقال له الرجل يتمسح بالقبر ويقبله يريد التقرب إلى الله، فيقول ابن تيمية في كتابه هذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا العلماء ولا السلف، بل هو من الشرك والعياذ بالله. الإمام أحمد يقول لا بأس، وهذا يقول شرك، ومن قال عن الشرك لا بأس به فقد كفر وأشرك. من رضي بالشرك هو كافر،
فإذا كان الإمام أحمد يقول لا بأس وابن تيمية يعتبر ذلك شركا معناه كفر الإمام أحمد بن حنبل.